لا والله في الحقيقة بيعتمد برضو على مهندس الصوت، ان هو فعلا. ممكن مش عايز اقول يبوظ الصوت اللي شغال، أو لا هو بينقي الصوت. ممكن يكون حاسس ان المطرب ده صوته جميل بس تعبان مثلا النهاردة مرهق، بحاول يبين صوته ان هو في حالة جميلة. وفي حد تاني بيحب يقوله يعني حضرتك الظاهرة اللي ظهرت اليومين دول في العزاءات او الليالي اللي في الشارع غير اللي في المسرح. في المسرح تلاقي الصوت نقي جدا، وتلاقي حتى اللي بيبقى فيه بروفة صوت، حاجة اسمها بروفة صوت قبل ما بقول في الأوبرا لما بيكون في المسرح. انما لما بنروح الليالي بقى مع الجماهير بنلاقي الصوت المزعج اللي هو الترددات. التردد ده بياكل الكلام برضو. التكنولوجي بوظت هنا، التكنولوجي بوظت، وفي مكان تاني التكنولوجي حسنت. وحد يقول لك انا مش فاهم انت قلت ايه من بسبب الصوت، بسبب أيوه. ازعاج الصوت، صوت مزعج. وفي صوت من اقل حاجه حضرتك بيوصل للناس. يعني صحيح. بفضل دايما لما بكون في حفلات الخارجيه مع الاذاعه المصريه بقول له اهد التردد، يقول لي لا التردد بيساعدك مش عارف. قلت له لا اهد التردد عشان انا عايز الناس تفهم كلمات القصيده او كلمات المنشوده اللي انا بقولها. بالنسبه للغنى تلاقي الصوت الاله الموسيقيه اعلى منك، فانت بتضطري تزعقي تعلى على المزيكا عشان تبان. في مهندس صوت هادي ذكي جدا بيهدي بيدي الدوزان الموسيقى لوحده وصوت المطرب يبقى عالي، ويحاول ان يديكي حاجه اسمها ايكو عشان يساعدك صدى الصوت. وفي حد بيدي ايكو بطريقه وحشه جدا، فدوت ده شيء غير مطلوب جدا ان انت تعتمدي على المايكات الصوت. اهم حاجه تكون انت صوتك مرتاح. في حضرتك صوت بيتعب الصوت اكتر ما هو تعبان.